يجي روح طيب يجي يجي مشكلتنا في الماء الماء ما عندناش ماء باش نزرعوا البقر الحشيش باش ياكل. عندنا الارض وكذا وعندنا وين نزرعوا وكذا اما ما عندناش ماء. فهمتني؟ والعلف، العلف غالية برشا. انا كنت نكسب الخمسين راس بقر. تويك هاك تشوف. هذوما عيشتهم صعبت معناها. هذوما ونخمم معناها باش نبيعهم لي. ألفين وحداش عندي سبعين راس بقر، قريب سبعين راس بقر، ومنها من 2011 كل عام ينقص، كل عام ينقص، لين هاك حاضر، قعدوا فيها 12 بقر، عام ناول عندي 22، السنة عندي 12، 10 بقرات بعت، بعتهم باش وكلت هذوم. عامين التالي ننتج قريب 700 تيترا في النهار بالليل وصباح تويك 100 تيترا ماهوش موجود. نحن اليوم منظومة تربية الأبقار الحلوب بدأت تنهار، اليوم فقدنا أكثر من 30% من قطيعنا، المنظومة هذه صرفنا على ألوفات المليارات منذ 50 سنة على الأقل، إذا مش توصل تنهار المنظومة هذه مش نمشي إلى أبسط الحلول التوريد، والمنظومة هذه ما تمشي تتصلح إلا على الأقل بين 4-5 سنوات. تراجع كبير في الإنتاج، فقدنا حوالي 35% من إنتاجنا، تراجعنا من 1,800,000 إنتاج يومي إلى 1,100,000-1,200,000، واليوم زاد ما عادش عندنا مخزون تعديلي. إذا نقارنوا بالسنة الفارطة أكتوبر 2021 كنا عندنا حوالي 40 مليون لتر مخزون تعديلي، اليوم ما عندناش أكثر من 8 مليون لتر، وقاعدين نجبدوا منها يوميا لتعديل الأسواق من 400 إلى 500 ألف. يعني الأزمة يا اليوم مش تزيد تتعمق بالأخص في غضون أسبوعين. حكومة ما ثماش، عمرها ما صارت تنسكر، عمرها ما صارت في تاريخ الحليب تمشي ما تقاش عند عطارة جراند سيرفاس يحل الثمانية متاع الصباح التسعة يوفا. شنية أزمة؟ شنية أزمة؟ استوى والله لو كان الواحد ما فماش الخشيشة ما يسيرش الكبار تصبر مهما كان. هي أزمة الحليب بركة، هي أزمة السكر، هي أزمة الزيت، هي أزمة الخضرة، هي البطاطا وصلت 2400، طماطم وصلت 3800.